قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة متميزة بعنوان عيد رفع الصليب الكريم المحيي المقدس. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف الأيكونومس قسطنطين هلسي كاهن رعية الروم الأرثوذكس في الربة الكرك، حيث تركز الحوار حول عدة محاور، منها تكريم الصليب انطلاقا من المصلوب عليه، والعادات والتقاليد الشرقية المتبعة في كنائسنا أثناء الاحتفال برفع الصليب وغيرها من المحاور. فإلى هنا. طبعا نحن في حلقة يعني قبل أسبوعين تحدثنا عن الصليب ومعانيه، وشاهدنا هلأ من خلال النشاطات وصفحات الفيسبوك أو على التلفزيون كيف الصليب كيف بيرفعوا، كيف النار، كيف الرمان بتوزع، وهيك كل هذه الرموز يعني لم تذكر في الكتاب المقدس، لكنها كلها شعائر أنا بقولها اجتماعية، أو أنه توارثناها هذه المظاهر من جيل لجيل، بس من أين بدأت؟ نعم. وكيف نشأت؟ ولماذا مثلا تم اختيار الرمان؟ لماذا تم اختيار النار؟ لماذا تم حتى عيدان الريحان بتلاقي كمان؟ نعم. في ناس بحطوها بين الرمان، فتخبرنا عن تاريخ. نعم. هذه المظاهر أو هذه الشعائر. نعم. العبادة مارس المسيحيين الأوائل التقويات الشعبية التي استقوها من الكتاب المقدس العهد القديم. نعم. بنشوف العهد القديم من بداية أول سفر بالعهد القديم بالكتاب المقدس، سفر التكوين، بنشوف قصة آدم وحواء، وبنشوف كيف الإخوان الاثنين هابيل وقابيل كيف قدموا من ثمار الأرض الثمار الموسمية التي كانت سائدة بالضبط. نعم. وهذاك كان قابيل كان راعي للغنم، وهذاك كان مزارع بزرع من، فبلشت الفكرة من هناك. وفيما بعد مع النبي موسى أصبح في أعياد عندهم، وضع لهم الأعياد، من بينهم الأعياد كانت بتخص الثمار الموسمية اللي بتقدم بالأعياد، ومن هنا بدأت العادات تقديم الثمار في الأعياد اليهودية. نعم. وعندما أتى يسوع المسيح في المجتمع كان مجتمعا يهوديا مثل ما بنعرف، لذلك أخذ المسيحيين الأوائل الكثير من عاداتهم عندما كانوا يهود ونقلوها إلى المسيحية، وقيس على ذلك في كثير من الممارسات التقوية. نعم. فأصبحت الأعياد المسيحية حسب التقويم الكنسي يرافقها مواسم من تقديم الثمار من بواكير الأرض التي كانوا يعتنوا فيها. الفواكه الموسمية بهذا الوقت، في عندك التين، وفي عندك بواقي العناب، وفي عندك الرمان، وفي عندك صبر، عم بشوف هاي الصبر. لكن الناس لماذا اختاروا الرمان؟ يعني اختاروا من ضمن الفواكه الموسمية هاي، اختاروا أقرب شيء لرمزية الصليب. بالضبط. بالزبط. فعشان هيك يعني اللي بيسأل بقول لك الرمان، طب مين جاب الرمان؟ يعني مثل ما حكى أبونا كانوا يقدموا من خيرات الموجودة بالموسم آنذاك، لكن قدموا الرمان في عيد الصليب يوزعوه، وهو الفاكهة الأقرب إلى إنهاء المعاني، معاني الصليب ومعاني العيد الحقيقية، إنه ملك الملوك، الحبوب يعني مثل صورة التاج، حبة الرمان المدورة بقلبها حبوب الرمان، مصطفى مثل المسيحيين مع يسوع متماسكين ومنتشرين بكل أنحاء العالم. بالكنيسة الجامعة بتحدد ما هي أشباه الأسرار وما هي الأسرار وما هي الأعمال التقوية. يعني مثلا حدا بيقول لي المسبحة، مثلا صلاة المسبحة تساوي القداس؟ لا، القداس سر من الأسرار السبعة. نعم. اللي قامت عليهم الكنيسة، ولكن في ممارسات تقوية، في ممارسات تقوية بنعملها مشان نتقرب. يعني لما نقول إحنا المبيد والخبز، إحنا بنحكي عن سر الإفخارستية اللي راح يتحول لدم وجسد يسوع المسيح. هنا مش أصبحت سوفونير إشي بنعمله رمزي زي الرمان وزي اللي هنا، لا، هنا أصبح إشي عقائدي، إشي في أساس وجوهر المسيحية. ولكن يعني ما بنقدر نيجي نقدس بمشروب ثاني في بلد ثاني، المبيد والخبز بكل العالم اللي فيه مبيد واللي ما فيه مبيد، بدك تقدس بشمال أفريقيا أو بالأمريكتين أو بأوروبا أو بالشرق الأوسط بدك بنفس الأسرة. ولكن التقويات هاي بتصفي ممارسات للشعوب. بنشوف بعض القداديس وكاثوليكية بيعزفوا بالأدوات، بنشوف عند الأقباط
في أدوات زي اللي كان يستخدم من داود النبي، أدوات موسيقية أقصد يعني. فهي في إشي نستطيع أن نضيف عليه ونبتكر، وفي أشياء لا نستطيع فهي عقائد ثابتة يعني جوهرية. أكيد بالضبط. أبونا، طيب أبونا، موضوع النار. نعم. يعني في ناس كتير بتسأل بتقول لك ليش هالنار، يعني أنه خليها رمزية بما أنه نحن كل شعائرنا صارت أصبحت رمزية وبناخذ الرمز من الموضوع وليس الفعل نفسه. فموضوع النار يعني للي يعني المشاهدين، أكيد في ناس كتير كمان لسه ما بتعرف إيش موضوع النار. نعم، هلأ موضوع النار له شقين، ولكن قبل ذلك نقول إحنا شو المناسبة. يعني يسوع المسيح صلب إمتى؟ بفترة أسبوع الآلام اللي هي قبل الفصح، وليست بشهر 9 14/9 أو سواء كان ب28/9 أو حسب التقويم الكنسي الشرقي والغربي. إذن ما هو هذا العيد؟ الكل أصبح اليوم قد ما سمعنا القصة نعرف أنه مع الإمبراطور قسطنطين وأم الملكة هيلاني أصبح دين الدولة فيما بعد الدين المسيحي. وكان في عندها حياة روحية صاخبة ومليئة القديسة هيلانية، واليوم بنشوف كثير من كنائسنا تسمى على اسم القديسة هيلانية، قديس قسطنطين. يروى الناس انه هي حلمت حلم او هي شافت اختطاف مشاهدة، حدث روحاني شخصي حصل مع هاي القديسة، وبيحكي لها الصوت بداخلها انه خشبة الصليب اللي انصلب عليها يسوع هيك يكون مصيرها، هيك انتم مهملينها، يعني هاي مش لقيمة الخشب اللي فيها، هاي قيمة الدم اللي نزل عليها. هذا الدم اللي هو دم يسوع المسيح. الصليب هو خشبة صماء قديمة. ربما تكون ملقاة في مكان مهمل لا تنبض بالحياة، ما فيها اي بادرة حياة، هي خشبة صماء بكل المقاييس. لكن حينما أخذت هاي الخشبة وتم غرسها في الأرض وتلطخت بالدم الإلهي، صلبوا يسوع المسيح عليها اللي كانوا يشوفوه ضعيف وكانوا يشوفوه عاجز وغير قادر على الدفاع عن نفسه. مع أنه صاحب السلطان الإلهي اللي كان بيقدر يفنيهم في لحظات، فأصبح يسوع المسيح المصلوب على هذه الخشب الصماء، أصبح هو الأنقود اللي منه طلعت الخمرة المفرحة للقلب، خمرة الدم الإلهي اللي إلها القدرة على التنقية وإلها القدرة على وحدانية المؤمنين في شركة الإفخارستية المقدسة. الصليب رموزه موجودة في العهد القديم، هي الشجرة اللي ألقاها موسى في المياه المرة في العهد القديم. فصارت المياه حلوة، هي العود اللي ألقى اليشع النبي في العهد القديم، فصار في المياه العكرة فأصبحت مياه نقية، فشرب منها هو وجماعته اللي كانوا يسموهم بنو الأنبياء. الصليب رسموا موسى لما شق البحر الأحمر وعبر الشعب، شق المياه لما ضربها بعصاته بالطول، وبانتهاء العبور ضرب المياه في نفس العصا بالعرض، فرجعت المياه مرة أخرى مياه البحر وأغرقت فرعون ومركباته. إذن هاي الرموز كلها للصليب تنبئ في المستقبل بمدى أهمية الصليب. الصليب هذه الخشب الصماء الميتة اللي ما فيها مظهر حياة، لما كسر جسد الرب عليها بالمسامير والحربة، ولما سال الدم الإلهي امتلأت بالحياة، امتلأت بالعظمة،
امتلأت بالروح الإلهي، فأصبح الصليب هو محور كرازة المسيحيين منذ العهد الرسولي.